بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، حياكم الله اخواتي، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله اخواتي غادي نحضر واحد العصير منعش جدا، غادي نديروه بالخوخ وواحد المشروب اللي هو غازي، يعني ماء معدني ماشي مشروب غازي. كنتمنى اخواتي تجربوا ولا اعجابكم، الى عجبكم ديروا لايك الفيديو وشاركوا القناه باش تشوفوا جديد الوصفات. نتمنى لكم فرجه ممتعه. قبل ما نحتاجوا على بركه الله، بالنسبه لهذا العصير واحد 4 حبات ديال الخوخ طبيعي الحال، 4 حبات كبار ديال الخوخ. غنحتاجو 60 غرام ديال السكر سنيده ولا السكر الخشن، غنحتاجو 200 مليلتر ولا 250 مليلتر ديال الماء معدني غازي طبيعي، يعني ما معروف عندنا في المغرب كنستهلكوه بزاف في العيد الكبير يعني معروف ماء غازي. غادي نديرو شويه، محتاج لواحد واحد سنتيم ولا جوج ديال السنتيم، يعني تقريبا قد هكا ديال السكنجبير طريح، حكوه نقاوه عاد نحكوه. هذا هو العصير اللي عندنا، هذو هما المكونات، وثقوا بيا العصير هذا ان شاء الله جربته فهو تيجي رائع جدا، ان شاء الله جربوه ويعجبكم. دوزوا على بركه الله الطريقه. بالنسبه للطريقه فهي جد سهله، كناخذوا الخلاط الكهربائي ديالنا، تنوضعوا الخوخ فيه، كنقطعوا من طبيعه الحال، من بعد ما كنقطعوا كنزولوا داك العظم الخلاني. بالنسبه للاخوات اللي بغاو يقشروا الخوخ فيمكن لهم يقشروه، انا تيعجبني بالقشور ديالو، نغسلوه غير مزيان ونطحنوه بقشوره، اللي ما بغاش طريقه الحال يمكن له يقشروه. غادي نضيفوا قلنا 60 غرام ديال السكر طبيعه الحال، انا هنا 60 غرام، ولكن نسيت بقى طبيعه الحال الحلاوه على حسب السيده، بغات تنقص بغات تزيد على حسب. غادي نضيفوا سكنجبير ديالنا، قلنا 2 سنتيم ديال سكنجبير، وغادي نضيفو طبيعة الحال هاد الماء الغازي اللي قلنا ماء معدني غازي 250 مليلتر. صافي دابا غادي نحاول على بركة الله أنني نخلط جميع هاد المكونات وتنقدمو العصر ديالنا دارب بالصحة والراحة. العصير ديالنا اخواتي كما كتلاحظوا معايا من بعد ما قدمناه فتيجي رائع جدا هذا العصير، هذا كنصحكم اخواتي تجربوه بحال ديما. اخواتي عجبكم الفيديو ديروا لايك، شاركوا في القناه باش تشوفوا جديد الوصفات، الى حلقه مقبله بحول الله.